السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جدتي كيف صبحتم؟ الحمد لله. يلا أولادي، اليوم لدينا حصة جديدة في مكون الرياضيات. اليوم إن شاء الله بإذن الله غنعمل حصة جديدة. عنوان درسنا لهذا اليوم هو الرمز زائد. كما نلاحظ في الصورة، هذا رمز زائد. رمز زائد يعني كنحسب وكنجمع به، نضيف، الإضافة أو لا علامة الجمع، نجمع كنجمع بها. يلا ركزوا معايا، الله يرضى عليكم. قلنا هذا الرمز زائد، زائد كنزيده. يلا عنا التمرين الأول أو السؤال الأول: اكتبوا العدد المناسب في كل حالة. أعيد السؤال: اكتبوا العدد المناسب في كل حالة. إذن في الصورة نرى بطات، نحسب كم لدينا من بطة في كل الحالة ونضع العدد المناسب في الخانة. يلا في الصورة الثانية لدينا مجموعة من الكتاكيت، إذن سنحسب كم لدينا من كتكوت ونكتب العدد المناسب في الخانة. وغدركزوا أولادي طبعا مع ماماكم وباباكم بقلم الرصاص. يلا التمرين الثاني: ألونوا ضفدعين اثنان بالأخضر. إذن ألونوا ضفدعين بالأخضر وألونوا ثلاث ضفادع بالأصفر. إذن هنا لدينا ضفادع، وأكمل كتابة الأعداد. سأعيد السؤال: ألون ضفدعين بالأخضر. إذن هنا حين غادي نحسبوا أولادي غنشوفوا عنا ضفدعين. إذن ضفدعين نقوم بتلوينهما بالأخضر، وألون ثلاث ضفادع بالأصفر. وهذا يركزوا معايا الله يرضى عليكم، هذا رمز زائد. ملي غادي نلونو الضفدعين اثنين بالاخضر والضفادع ثلاث ضفادع بالاصفر غنجمعوهم. اذا باش غادي نزيدو نركزوا مزيان على هذا الرمز اللي هو زائد. زائد يعني غادي نجمعو اثنان زائد ثلاثة. أعيد: اثنان زائد ثلاثة، وهذا يساوي. إذن ملي غادي نحسبه اثنان غنحسبه بالضفدع، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذن خمسة غيكون هو خارج عددين. اللي غادي يكون الضفدعين اثنان وزدنا لهم ضفنا لهم هذا الرمز اللي قلتكم هو زائد ثلاثة، غادي يكون الخارج غنكتبوه هنا يساوي. يلا نمر الى التمرين الثالث. التمرين الثالث اكمله. اعيد: اكمله. يلا عندنا هنا مجموعة من السناجب، مجموعة من السناجب. إذن سأحسب في المجموعة الأولى كم لدي من سنجاب. غنحسب المجموعة الأولى وسأكتب العدد المناسب في الخانة. عقلوا أولادي، هذا قلتكم هذا الرمز زائد، هذا الرمز زائد. إذن سنمر إلى المجموعة الثانية ونحسب كم لدينا من سناجب، وسأضع العدد المناسبة هنا وسأحسب. اللي غنحسب أولادي هذه المجموعة الأولى، يلا باش نزيد نشرحكم، غنحسب واحد اثنان ثلاثة. اللي غنكتب هنا العدد ثلاثة زائد غنزيدو هاد اثنان سنجابين وغادي نجمعو. اللي غادي نحسبو ثلاثة زائد اثنان غادي نشوفو العدد اللي خرجنا وغنكتبوه يساوي. يلا الله يرضى عليكم. نمر هنا لدينا نحلات. يلا
سأحسب كم لدي هذه زهرة، ولكن سنحسب النحلات فقط. يلا غنحسب كم لدينا من النحلات في المجموعة الأولى. 1، 2، 3. أنتم غتكملوا العدد النحلات وغتكتبوه في هذه الخانة. عقلوا معايا ولادي الله يرضى عليكم مع التركيز. هذا الرمز زائد. شنو غادي نعملو؟ غنزيدو المجموعة الثانية وسنحسب كم لدينا من نحلة في المجموعة الثانية. اللي غنحسبو هيدا 1، انتوما ماشيين غتكتبو العدد المناسب. اذا احنا ملي غنزيدو هاد العدد المجموعة الاولى النحلات زائد العدد المجموعة الثانية النحلات غنجمعوهم. اذا اولادي غنجمعو النحلات المجموعة الاولى زائد النحلات اللي في المجموعة الثانية، وسأكتب العدد المناسب هنا. يلا الله يرضى عليكم والتوفيق. يلا اولادي الان سنمر الى مكون التربية الفنية والتفتح. اسمعوا اولادي معي الله يرضى عليكم. الآن سنمر إلى مكون التربية الفنية. عنوان الدرس النقط والخطوط. أعيد، النقط والخطوط. يلا أولادي ركزوا معايا مزيان، أنا غنقرأ السؤال ألاحظوا وأكمل تزيين صور السمكات. هنا في هذه الصورة عندنا سمكات، سمكتين. يلا تشوفوا ولادي معايا وركزوا مزيان، عنا غنزينو سمكات. اذا طريقة تزيين السمكة بقلم الرصاص، لدينا دوائر او اقراص ولدينا مربعات. اذا احنا بقلم الرصاص غادي نرسمو دائرة صغيرة، مربع، دائرة، مربع، دائرة، مربع، الى ان نكمل تزيين السمكة. وهنا لدينا خطوط منحنية، خطوط منحنية، وحنا غنزينو السمكة بخطوط منحنية بقلم الرصاص نفس الطريقة للسمكة الثانية. إذن هذه سمكة أيضا سنقوم بتزيينها بخطوط مائلة، خطوط مائلة بقلم الرصاص كما تلاحظون. يلا أولادي الله يرضى عليكم. وهنا سنزين بأقراص أو دوائر صغيرة بقلم الرصاص. الله يرضى عليكم والتوفيق. إذن هذه السمكات غتزينوها، غيجيو سمكات جميلتين. بالتوفيق.